تحية طيبة لكل مستمعي ميدي ان راديو. انا ملتزم بالحجر الصحي بحال اي مواطن مغربي، كنقضي وقتي مع عائلتي، كنسول على حال حبابي وصحابي عبر الهاتف او عبر المواقع التواصل. كان بزاف ما يدار في الدار، كنشوف شنو داروا ولادي في قرايتهم، ندير معهم الرياضة 3 مرات في الأسبوع، نقرأ كتاب بغي يكون قديم ولا جديد، ماشي مهم أن بنادم يقرأ ويعني يعطي الفرصة ديالو باش يزيد يتقف. وعزيز عليا قصص الأنبياء أوسي، ديما في رمضان كنولي لهاد القصص الأنبياء، ونشوف الأخبار عاود ديال القنوات المغربية سيرتو، لأن بلادنا عايشة هاد الوباء هذا، والمعلومة مزيانة تكون عندنا حنايا، لأن باش بلادنا ما يتنضرش عقليا بالأخبار الزائفة. وإلا خرجت كاع نقدر نخرج إلا للضرورة ونرجع للدار. فالالتزام بالحجر الصحي هو مفروض علينا، خصنا نبقاو في ديورنا ونلتزموا بالحجر الصحي ونحميو راسنا ونحميو اللي عزيز علينا. اكتشفنا وسيتنا واحد المغرب في هذه الظرفيه العصيبه، رجع اكثر تضامنا حبا وحمايه امنا وامان. الحمد لله، نحمد الله على المغرب انه فضل المواطن على الاقتصاد من بعد ما نخرج من هذا الوباء. ان شاء الله هذا راه درس وعبره، وناخذ المسائل الإيجابية اللي استفدنا منها من هذا الكورونا، تكون العودة إلى مغرب جديد، تعليم جديد، صحة جيدة، اقتصاد جديد، تربية وطنية جديدة، باش نخرجوا سالمين من هذا الوباء، نبقاو في ديورنا. والله يكشف الضر على كل بشر. كان معكم الفنان حميد بوشناق.